مساء النور، مساء فرحة هذا الشعب بهذا القائد، مساء فرحة جميع من يسكن في هذا الوطن. نحن مثل ما ذكرت أختي بيان متواجدين هنا في مسرح المدينة بالقرم لتغطية أحداث الأوبريت الفني لمجموعة لوجينيا العمانية أوبريت ومدى الدهر عماني. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الأوبريت تواجد معي هنا موسى بن عبد الرحمن البلوشي، رئيس مجموعة لوجينيا العمانية المنظمة لهذا الأوبريت. مساك الله بالخير موسى. مساك الله بالنور. موسى، لو نتحدث عن فكرة هذا الأوبريت العماني في وسط هذه الفرحة هنا في التي تعيشها السلطنة في هذه الأجواء النوفمبرية. هذا الأوبريت إهداء مننا نحن كشعب عماني بشكل عام لمولانا صاحب الجلالة. من يشارك في هذا الأوبريت؟ عدة فنانين من الشعراء وعلى رأسهم الأستاذ طارش قطن، وكثير من الفنانين من وعلى رأسهم الأستاذ علي جعبوب وتركي الشعيبي. هل كانت المشاركة مفتوحة لجميع الفنانين والشعراء اللي حاب أنه يشارك في هذا الأوبريت، أم كانت هناك اختيار للفنانين والشعراء اللي راح يشاركوا في هذا الأوبريت؟ المشاركة مفتوحة للجميع. التفاصيل أكثر حول هذا الأوبريت، هل راح يقدم الفنانين والشعراء كل على حد، أم هناك مجموعة ومفاجأة يقدمها أو تقدمها مجموعة لوجينيا؟ إن شاء الله في مفاجآت بين دمجنا بين الفن الشرقي والفن الغربي والشعر وأشياء كثيرة إن شاء الله بإذن الله. موفقين أخي موسى في هذا الأوبريت في هذه الليلة وسط هذا الجمهور بإذن الله. إذن متابعينا الكرام، في هذه اللحظات كذلك يتواجد هنا معي الشاعر والفنان الجميل والراعي والرائع دائما الفنان والشاعر طارش قطن. فناننا وشاعرنا طارش، وشي مساك الله بالخير وكل عام وأنت ألف صحة وألف سلامة. الله يمسيكم بالنور والسرور ودامة عمان ومولانا صاحب الجلالة بخير وأمن واستقرار ومحبة وسلام دائم إن شاء الله. فنانا، لو نتحدث عن هذا عن مثل هذه الأوبريتات التي تعددت المجموعات التي تنظم مثل هذه الأوبريتات في هذه في هذه الأجواء النوفمبرية التي تعيشها السلطنة. الحمد لله رب العالمين في هذه الأيام المباركة والجميلة والوطنية التي يعيشها الشعب العماني في عمان بهذا الشهر المبارك من 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 عمر هذه النهضة المباركة. تتوالى كثير من الاحتفالات الوطنية والمبادرات الشبابية، وأنا سعيد جدا بالدعوة اللي قدمها لي الأخ موسى لحضور كضيف شرف في هذا الأوبريت، وأكون متواجد مع هؤلاء الشباب ومشاركتهم لفرحتهم لعمان، يعني فرحة عمان الكل يحب أن يكون متواجد فيها. نتمنى إن شاء الله أنه الكل يستمتع في هذا الأوبريت الفني. شكرا جزيلا شعرا. شكرا جزيلا. شكرا. إذن أختي بيان، مشاهدينا الكرام، هذه تفاصيل بسيطة حول الأوبريت الفني هنا في مسرح المدينة. بإذن الله لنا وقفات قادمة من خلال برنامج من عمان. شكرا لك محمد على هذه التغطية المختصرة لأوبريت مدى الدهر عماني. كما ذكرنا هو أوبريت يجسد ملامح من هذا الوطن، ملامح الانتماء، الوفاء، العرفان، الامتنان لكل ما تحقق على مدى 47 عاما. قد نختلف مشاهدينا في التعبير عن حبنا عن ولائنا، ولكن نجتمع جميعا على محبة القائد والأرض والوطن.